صالح بيقول: ما حكم ملامسة الملابس الداخلية لمجرى البول بالنسبة للرجل بسبب الحركة؟ وده سؤال شويتين ثلاثة شامم فيه ريحة وسوسة. لكن ملامسة الملابس الداخلية لمجرى البول في بالنسبة للرجل بسبب الحركة، لا، مش هيبقى فيه إشكال وليس حراما، ولن تكون هناك نجاسة إلا إذا كان هناك شيء حصلت فيه رطوبة، انتقلت رطوبة إلى الملابس الداخلية. بدون انتقال رطوبة لم يحصل أي نوع من أنواع التنجس. وكأنه بيسأل، وكان السؤال بيسأل على مسألة كمان، احنا جاوبنا على السؤال ده، بس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان كمان بيجاوب بطريقة الطهور وماءه الحل وميتاته. في بعض الأسئلة بيبقى الإنسان ملتفت إليه، ولا يكون هذه الملامسة أصلا حراما إذا كنت تخاف أن يكون دوت حرام لأنه مثير للشهوة. لا، ده مش حرام، ويبقى على كده لا، هذا لا ينجس الملابس ولا كمان يكون حراما لإثارة الشهوة. أنا بس نصحتي السؤال كده في قدر من الاقتراب من مسألة الوسوسة، أو هو في وسوسة. طب إيه اللي أنا بنصح به؟ بنصح بحاجة بسيطة خالص. إيه هي؟ كسرة الصلاة على حضرة النبي وعدم الالتفات لمثل هذه المسألة.